ممكن نتعرف بيك؟ انا اسمي محمد جمعه محمد الازبي. اهلا وسهلا بك، نورتنا. الله ينور. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. طب اسالك انا سؤال بقى اول. اتفضل. طيب نمره واحد، من هو الفارس الملثم في غزوه احد؟ طيب ولو جبت عليه انا هديك، انا هدي لك انا جايزه. هتديني ايه؟ طيب وانا جاوب. اللي بتقول عليه احنا قدامنا السوق هوني، واللي انت عايزه تقول عليه هجيبه لك، شاور عليه بس. طب ممكن اختيارات؟ مثلا ماشي ماشي، اديني اختيارات. اختيارات ممكن مثلا خالد بن الوليد لما اسلم بسبب الفارس الملثم في غزوه احد، وكانت هي كانت واحده ست. اجيب لك بقى انهي ست؟ خديجه بنت خويلد مثلا، نقول اسماء بنت ابي بكر فاختاري، او نسيبه بنت كعب رضي الله عنها. لا مش طيب. السؤال الثاني، اول من ذهب الى الكعبه وقال لبيك اللهم لبيك كان مين؟ اول هو كان راجل كافر، كان في العام السادس من الهجره، وكان راح يقتل الرسول عليه الصلاه والسلام، فاصروه في الجامع 3 ايام، وكل يوم الرسول عليه الصلاه والسلام يحلب الناقه بتاعته ويجيب له يشرب، فبقول له ما بك يا ايه؟ ها قولي مين؟ اولا ما شاء الله على معلوماتك، بحييك. لا ده أنا ابو بكر الصديق؟ لا ده هو كان راجل كافر، وما كانش من السعوديه او من انا فاكره بس الذاكره مش. هو كان راح يقتل الرسول عليه الصلاه والسلام، فشوفوا بقى، هو كان راجل كافر وقتل من المسلمين كتير، ولما راح يسلم راح خرج بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم 3 ايام وقال له اذا اردت دما فستجدي دم، واذا اردت مالا اعطيناك ما يكفيك، واذا اردت زاد فنعطيك ما يكفيك، فمن هو؟ إيه اولا ما شاء الله على معلوماتك، الله يبارك فيك، احسن من اساتذه جامعه بصراحه. لا فهي الحياه هي المدرسه فعلا، الحياه مدرسه. يعني انا اكتب عربي وانجليزي وكل وخطي ما فيش زيه كده بقى. ما شاء الله اتعلمت حاج؟ اتعلم بس يعني ما وصلتش للتعليم قوي. خريج ايه؟ معهد. معهد ايه؟ معهد المنشآت البحريه. لا ما شاء الله، انت قول انت سافرت في مكان بره مصر؟ لاننا بتتكلم. لا ما انا سافرت في اوروبا وقعدت الف في سنين طويله بقى في اوروبا. بقى واضح من لهجتك. من البحر، من البحر بس، ما سافرتش نركب المراكب البواخر ومراكب الصوت في البحر. كنت صياد سمك؟ كنت صياد سمك في شرمين او في ميديتيرانيان سي. لا ما شاء الله. يعني بتبقى باللغه اليونانيه. المره الجايه بقى تاخدني معاك. لا خلاص بقى ما عادش السن يسمح ان انا اسافر. ربنا يديك الصحه يا حاج، ربنا يديك. طيب انا عايزه اديك هديه دلوقتي وعايزه اسالك سؤال، فهرجع للسؤال اللي انت سالته لي وانا الذاكره خانتني بصراحه. من هو اول من ذهب الى الكعبه وقال وقال لبيك اللهم لبيك؟ كان سمامه ابن اسال الحنفي رضي الله عنه، وكان ملك من ملوك اليمامه، هو كان راح يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين اسلم، وكان قال له ايه اعمل ايه؟ قال له شطف وتروح عند الكعبه بعد ما استحمى، شطف يعني وراح تطهر يعني وراح، فقال له الكفار بقى شافوه فقال لهم ويحكم اتعرفون من تقتلون؟ انه سمامه ملك اليمامه. فقال لهم ايه؟ والله لياتنكم منا قمحه ولا شعير الا اذن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده اول واحد يزور الكعبه. اما السؤال الثاني اللي هو كانت ستنا نسيبه بنت كعب رضي الله عنها لما مات اخوها وابوها، فقالت فداك نفسي يا رسول الله، وتلسمت فالشق وشه، لما شق وشه يعني الرسول نزل جبريل عليه السلام للرسول عليه الصلاه والسلام وقال له ايه؟ فمجلس بايده الشريفه على وشه ابيض وجهها وحر وجهها على النار. دي كانت ست نسيبه، الوحيده اللي وشها اتحرم على النار، ما تشوفش النار وهي داخل الجنه، الانسانه الوحيده. فهي دي كانت ست نسيبه بنت كعب رضي الله عنها. اما السؤال الثالث اللي هو بيقول من اين كسرت فين سفينه سيدنا نوح واتصنعت فين؟ صنعت في حته اسمها حضرموت بشمال اليمن، وكسرت ما بين العراق وتركيا تقريبا على جبل الجودين. لا انت تستاهل، بص جايزه انا مش هقول لك. يعني العلم، العلم بكل حاجه، يعني العلم لازم الانسان يتعلم عشان يعرف ده في ايه وايه، ومن اول من اسلم ومن اول من كده، دي تبقى ايه يعني كهوايه عندي. لا ما شاء الله عليك يا حبيبي، اللي بيمسك التليفون النت ويقعد يفر فيه كده على الفاضي لا، فهو يستفاد منه احسن.
مدرسة الحياة فعلا. هي مدرسة الحياة. حاجة بسيطة من البرنامج طريق الخير لك كسوة الشتاء. متشكرين جدا. متشكرين. مبسوطة ان انا قابلت.